شوف هالهجمه ذي حبيبي، شوف هالهجمه ذي. والله ما راح تفوز المره، والله راح افوز عليك واكثر بعد. انت فايز. سكت 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 لا تضرب. ولا لا 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 قايل لك ما راح، لا راح افوز. فوز مره. اي تولد يو مين فاز، مين اللي فاز؟ قول لي مين اللي فاز. تدري ان هاي ثاني مره تفوت على جول من 3 سنين؟ استانست حبيبي. بس 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 الا اقول لك. قول بس اكسرات. ايش اكثر شيء ما تحبه فيني؟ اكثر شيء ما احبه فيك؟ والله يا اخي فاجاتني بهالسؤال. عنيد وعصبي. عنيد؟ عصبي وايد. من جد؟ اي من جد. لا انا مو عنيد. مو بعنيد؟ اوكي بس مو بعصبي؟ يعني انا ممكن اكون عصبي بس اخف من اول. اوكي مبين، واضح مبين هالشيء. لا انا مو عنيد ولا عصبي، مو عنيد ولا عصبي. اوكي يمكن مخفف عنادك. ممكن. زين ما قلت لي، ايش رايك فيني انا؟ ايش رايك؟ هذا رايي فيك، انك دائما تربح، دائما تربح. هدي هدي شوي يا اخي، ايش فيك؟ تذكر ايام مدرسه؟ انت كنت دائما ناجح وانا خرطي. بس انت دائما كسلان. وانت دائما خسران يا حبيبي. اقول بس 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 بس. اذا انت ما قلت لي، شنو اكثر شيء ما تحبه فيني؟ اكثر شيء ما احبه فيك؟ يعني بصراحه من غير زعل؟ اكيد، كان ما سالتك. ما احب نظراتك لما تطالع البنات. يا ليل يا ليل يا ليلي. يا أخي خلاص جبت لي الصداع. اسمع اسمع اسمع. مثل نجمة وقمر كبر حبنا وازدهر بعيونك حبيبتي تروي دروب السهر. لا 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 خلاص يا أخي شيل بس شيل الزفت اللي في يدك عشان لا تكسره على راسك. ايش فيك هدي شوي، ايش فيك، ايش صار لك؟ في شيء بينك وبين ليلى؟ شنو؟ في شيء بينك وبين ليلى؟ ايش قاعد تخربط انت؟ من صدقك انت؟ ايش فيك مينون مو بصاحي؟ ليلى حبيبتك وانا نفس اخوك، وتعال انت شلون تسالني هالسؤال هذا؟ ما ادري ما ادري يا اخي. يعني لما نكون سوا قاعدين يعني في بينكم نظرات غريبة، يعني ما اعرف كيف اطالع فيك. حبيبي ليلى تطالع الكل بنفس الطريقة، انت مو راضي تفهم. يا اخي خلاص اترك هالبنت، ما تصلح لك كلش، الف وحدة غيرها تتمناك. يا اخي روح ضبط، استانس، العب. بس عمرك ما تسلم ركبتك حق اي بنت. ما اقدر ما اقدر، ابغى ليلى، ليلى وبس. طيب اوكي اوكي مثل ما تبي، انت ادرى بمصلحتك. في كلام في قلبك صح؟ في كلام في قلبك، ريح لي قلبي، قل لي يا لا تخليني زي الاهبل ماني فاهم ولا شيء. طيب طيب اوكي، انت اخوي ما تهون علي. اول امس لما وصلناها انا وانت، تتذكر لما قالت لك انها تبي تسكر تلفونها علشان تنام؟ ايه. عقب ما وصلتك البيت اتصل فيني حمود وقال لي يبي يرتقي معي في موضوع وايد مهم. فرخي رحت المطعم و شفت ليلى قاعده تتعشى ويا مديرها في الشغل. إيه عادي، ممكن كان في سيطره في الشغل. يا اخي شلون عادي؟ اخي بس سكت برر لها، افتح مخك شوي. شلون عرفت ان في موضوع طارئ وهي مسكره تلفونها ونايمه؟ فهمني. ممكن اتصل من تليفون البيت. حبيبي كانت مضبطة روحها ولابسة حلو وميودة ييد الريال كأنهم حبايب. أصحى صاحي صاحي وعارف وشايف، بس كنت قاعد أكذب على نفسي، أقول ممكن تعقل وترجع لي. بس خلاص بعد ما أنت قلت لي لازم أسيبها. إيه لازم أسيبها، أنت السبب. ليش تقول لي ليش؟ أنا آسف إني قلت لك، فعلا كان مفروض إني ما أقول لك. لا كان المفروض تقول لي، لو انت صاحبي واخويا كان المفروض تقول لي. يا اخي حيرتني الحين، اقول لك ولا ما اقول لك، ايش تبي بالضبط؟ ما ادري ما ادري. اصلا انت مو صاحبي، انت كنت دائما تغار من علاقتنا، كل الناس كانت تغار من علاقتنا عشان نسيب بعض. بس ليش تكره تشوف الناس مرتاحه؟ ليش؟ الله يسامحك، الله يسامحك يا اخوي، بعد كل هالعشره وتكلمني بهالطريقه. انا ماشي.
على فكرة أكثر من مرة حاولت ليلى تتقرب مني بس أنا ما رضيت. تعرف ليش؟ لأن ما أبي أخسر أخوي وصديقي علشان بنت. بس أنت خسرتني وعشان بنت. الرسالة اللي كانت راح ترسل لك إياها جاتني بالغلط، وعارف إنكم بعد بكرة مسافرين، وعارف إنك أنت اللي كنت معاها في المطعم مو المدير. أنا شفتكم، شفتكم وأنتم ماسكين يد بعض. أنا اللي أنت ولا شيء. أنا ماني زعلان إني خسرتها، أنا زعلان إني خسرتك يا أخوي وصاحبي. أنا آسف والله العظيم، مو في إيدي وقسما بالله مو في إيدي والله. أنا زعلان إني خسرتك يا أخي وزعلان من نفسي، وعارف إن الزمن ما راح يرجع، وعارف إن أنت ما راح تسامحني وأنت معاك الحق. أوعدك، أنا أوعدك إن ما راح تشوف وجهي مرة ثانية. كيف أسيبك وأنت نظراني وأنا حبيبك، وإن حصل وافترقنا أو في يوم اختلفنا، شوقي يعنيني يعنيني وانت يجيبك يجيبك، أصلك وطيبك أصلك وطيبك.